نزوح تلو الآخر وتهجير من مربع سكني إلى آخر، هكذا أجبر أكثر من 1,400,000 فلسطيني على النزوح إلى رفح الفلسطينية. فالهجوم المستعر وسياسات سلطات الاحتلال تسعى فقط لقتل أكبر عدد ممكن من سكان غزة الأبرياء، لم يدع مجالاً لأهالي القطاع من الشمال والوسط وحتى الجنوب إلا الهرب إلى هنا، الملاذ الأخير في قطاع غزة، في خيام نصبت في العراء دون أدنى مقاومات للحياة، في تحد إسرائيلي واضح وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية. ومن هنا على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح خرج مئات الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية، وليس ببعيد معبر كرم أبو سالم الذي ادخلت منه مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري على الجانب المصري، والذي لم يغلق أبوابه ولو لساعة واحدة منذ بداية العدوان. ورغم العدد الكبير من الفلسطينيين الذين يتواجدون في منطقة رفح الفلسطينية، إلا أن جيش الاحتلال لم يتراجع عن الهجوم على بعض المناطق فيها، حيث طالب سكان بالنزوح مرة جديدة والذهاب إلى منطقة المواصي التي زعمت سلطات الاحتلال أنها ملاذ آمن. وبحسب بيان جيش الاحتلال، من المفترض أن يتوجه السكان من المناطق الشرقية، أو بالأحرى سيتم دفعهم للتوجه إلى هناك. الأماكن التي أطلق عليها الاحتلال المنطقة الآمنة أو الإنسانية ستمتد من منطقة دير البلح حتى منطقة المواصي. مع إعلان منطقة المواصي منطقة آمنة، إلا أن زوارق ومدافع قوات الاحتلال قامت بقصفها، ما تسبب في وقوع العديد من الشهداء والمصابين، واكتظت المنطقة بالنازحين مع تزايد الهجمات الإسرائيلية التي لم تفرق بين حجر وبشر. كما استهدف جيش الاحتلال مخيم تل السلطان المكتظ أساساً بالنازحين، غارات تسببت في استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين بعد قصف عدة منازل مأهولة بالسكان هناك. ولم تتوقف الأمور عند ذلك، حيث أغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم أمام دخول المساعدات لتحكم قبضتها على حجم الإمدادات القادمة إلى القطاع، رغم مطالبات الرئيس الأمريكي بفتح المعبر وزيادة دخول المساعدات إلى القطاع. كما أنها قامت بالاستيلاء على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وسيطرت على كل غرفه، وقامت بمنع دخول المساعدات أيضاً وخروج المصابين والمرضى لتلقي العلاج. كل شبر في قطاع غزة أصبح محاصراً في ظل أوضاع مأساوية لا تنتهي، ودمار لن تمحى أثاره بسهولة، وشعب لم يعد آمناً بين جدران وطنه. فما فعله الاحتلال على مدار عقود جعله سجناً يعيش فيه الأبرياء، متناسياً أن الحق لا يموت والحر لا يبقى سجيناً.